بالتالي كان من المنتظر انه في نهار من النهارات باش نادي الافريقي يلقى روحه امام حتميه خلاص للديون هذه. اللي ما كانش منتظر بالنسبه للهيئه المديره الحاليه هو تواتر المطالبه بالحجم هذا الكبير، معناتها انه شيء وراء بعضه، معناتها ملفات في حيز زمني قصير، ملفات اربعه او خمسه ملفات، كان ثم مبالغ كبيره معناتها مطالبه الهيئه بتسديدها. الحمد لله انها توفقت في تسديد المبالغ هذه، ما زال ثم ملفات اخرين ان شاء الله تتوفق في تسديدهم. هو لكن الرئيس الحالي عبد السلام اليونسي كان اجتمع مع سليم الرياحي ويعرف اللي الفريق يعيش على وقع الازمه وخدم معاه قبل، ويعرف اجتمع معاه وقتها خدم معاه قبل، خدم معاه قبل اجتماع وعرف على الاقل انه النادي الافريقي يمر بظروف صعيبه. حتى حد ما ينكر الناس كل اقل واحد اقل متابع للشان الرياضي يعرف اللي النادي الافريقي عنده معناتها ازمه ماليه، لكن اللي ماهوش معروف هو حجم المبالغ المستوجب دفعها حالا. وذاك علاش انا شخصيا كنت ضد الاصوات المطالبه هيا نقعدوا هيا نعمل، مش وقت دفع، مش وقت تحديث، ومش وقت جلسات، ومش وقت توا وقت فلوس، مد يدك في مكتوبك وخلص ولا اسكت. تقعد تحكي لي هيا نقعدوا نعملوا جلسه وهيا نشوفوا وهيا شكون المتسبب وهيا واضح، اذا باش ندخلوا في الجدل نتاع شكون المتسبب واضحه.